لو كويز. مجموعة من الأسئلة بلاش برشا تفكير، جاوب بي أحسن لاعب تونسي توا. ما فماش فما حتى ملاعب باهي في تونس؟ لا. أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ نور الدين ديو. لاعب توا يفكرك بتجو فماش؟ عاش ما فماش نكون راه وانا نكون غلط لما ما عاش ما فماش لاعب في البطولة التونسية تشوفه قادر ينجح في أوروبا فماش؟ لا مش ما فماش ما عاش مانيش مولم برشا راه مانيش نتبع ياسر ما عاش المشكلة أنا مانيش مليت لي عيني في البطولة في تونس ما فماش حاجة تفرح ما فماش كاليتي تتفرج ماتش ما تشوفش ما عاش ما فماش حاجة كبيرة حب. فهمت مدافع قبل كنت تقرا حساب حتى حد ما يهمك في حتى مدافع اقسم بالله لا يهمني حتى مدافع ما نغزش المدافع متواضع لا مش متواضع هذيك راني انا هكاك جو سوي كوم سا انا هذاك علاش نجحت ممكن في كاريري في الكوره انا مش مع التوانسه نتكلم هكا انا في اوروبا كنت ما يقولوا لي ذاك انترناسيونال بلج ولا انترناسيونال هولندي انا فانتي جيلان يلعب في اندرليخت ارير جوش وفان روي واسمه وارير جوش يلعب في ترشنوا يقولوا لي ذي راهو يليد ما يهمنيش شكون اقرب لاعب ليك؟ توا في الكرة اقرب لاعب معناها صاحبي عندي برشا صحاب مثلا شكون؟ عندي مش برشا هما خمسة ستة من الناس اللي هم والله توا باش تحرجني يسمي لي الخمسة ستة من الناس هكذا سميتهم لي قلت لك واحد عندي يكون زوز ثلاثة أربعة ملاعبية وزوز برانيين مثلا شكون؟ عندي عبد الحميد الهرقيل عندي خالد بدرة واضح جايد شو اسمه بوعزيزي خالد بدرة ما كانش خوفك كمدافع عندي مهدي زنيدي صاحبي برشا لعب معايا في ستاتينزيان وعندي واحد اخر زاد نبيل صاحبي زاد نبيل صاحبي اي خالد بدرة ما كانش خوفك كمدافع لا ياسر واحد لا ملاعب كبير خالد لا بالعكس باهي احسن مدرب في تاريخ تونس تونسي حتى حد ما فما حتى مدرب باهي تونس ما عندهاش مدربين حسب ما اللي ترنيت عندهم انا الكل كل واحد عنده ديفو مش جو ما انا انتر... راني انا مانيش جوار كومبليرا عندي ديفويات تبري اما لكن هذا رايي انا ما فما حتى مدرب ملي العين بيقابلك واحد فيهم شكون الله شو يقول لك في الصغار هذوما تاو بور لانستون ما كنا قبل كانوا معدين علينا برش حتى كنا ما نعرفوش نحن ما نفهموش برش تاو ممكن فما لسعد الدريدي معناه ماشي بثنية صحيحة شكون يا اخي بون نمشي على حسب الريزلتا انا فهمت عندك بتاع ساتونيزيان زاد شو اسمه جاي القادري عندك شو اسمه بتاع شابي بتاع مستير دونك هذوما هما فهمت مدرب عنده فضل على جمال ليمي الله يرحم سي عز الدين بزداه الله يرحم وسي فتحي الصغيري ماتش ما تنساش هو ما برشا ماتش شوية ترى اعطيني ماتش هكا قعدت في بالك اكثر ماتش اكسبسيونيل ماتش مصر نتاع تأهل كاس العالم في مصر لا في مصر هذه حكاية فارغة في تونس في تونس هادي بالخيسة وقت توفى الله يرحمه الله يرحمه بونتو ما تنساش والله برشا بونتويات حلوين ما ماركيت بونتو كونتر مش حتى حلو معناها حتى من الأهمية نتاعو ممكن أو جايين ديك الحلو ماركيت برشا بونتويات هما ماتش غينيا بونتو كوتسيزو ماركيتو ماتش كيف الكيف زاد ماركيت بونتو اكسبسيونيل ماتش القروان زاد كيف كيف هزيتهم الجول جول تريبلت بالناس الكل حطيتها ورجعت برشا بونتويات حلوين برشا بونتو تمنيت لو كان كنت انت اللي سجلته انا بونتويات حلوين فمش حتى واحد حسبته على بونتو لا ما نعرفش شكون
انا لنوي على الكل مركيتو والله العظيم يا راه والله العظيم ما عندي حتى جرام غرور والله. انت كان تحط مثلا سيكونس فيديو تتفرج لا تحطيت وتفرجت وتمتع تدخل فوالا دونك ما تجمش انا فما بونتويت نسيان فما بونتو ماركيتو كنت سي اس اس في صفاقس الناس اللي بده يلبس بونتويتو مازال جات هكاي معناها الجول ما هكا وجات هكاي ضربتها هكاي جبت له من هنا معناها ما لا ركحت لا شيء غزرت الجول ضربتها ديريكت هكاي جبت له من معناها فما بونتويت يجيو في وقتها فهمت ماركيت لي كوفرون ماركيت كل شيء انت عندك القرصه هكا اللي بالجول اللي تو ما يعملوهاش يعمل فيها ميسي يعمل فيها ميسي برشا تو المركب بشوية انا ما عنديش نشوت من البعيد ونخرج ونقرص نخلي لك اخر وقت اقوى ببليك قريب افريكان كي يبدا في 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 وضعيه باهيه يعني الكلوب كي تبدا في وضعيه باهيه يعني شنو في وضعيه باهيه تبدا معناها الامور ماشيه لاباس كل شيء احسن ببليك باهي اقرب جماعه اخي ببليك يبدا الامور مش باهي صعيبه صعيب برشا اما انت كانوا يحبوك لا انا مش يحبوني انا ولدهم انا انا خليت سمعه طيبه في الكلوب انا نهار بخلت عليها النادي الافريقي اقسم بالله نلعب مضروب نلعب شنو لكن الاسونسيل علاش خاطر وقت اللي دخلت البارك النهار الاولاني من النهار الاولاني ولاو يحبوني اكثر من ولادهم علاش؟ ما نعرفش خاطر ما نفوس ما نسرقش ما نخدمش مخي ما نبخلش عليها فما ماتشوات ديسيزيف كنت مساهم بالكدا فاهم فرحتهم برشا مرات فهمت اقرب جمعيه ليك بعد الستاد والكلوب تونس هاي حتى حتى جماعي لا ليتوال ليه نحبها بون كي تبدا تلعب كوب دافريك انت ساحلي خاطر اصلك ساحلي 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 ما نكرهش ما نكره حتى جمعيه انا في تونس انا راني ملك الببليك انا ملك تونس انا مانيش ملك استاد ولا ملك كلوب ولا ملك زايد ولا عام انا ملك تونس انا ما نجمش نجي نقول راني نحب الجمعيات الكل مي لكن راني ما نكره حتى واحد لكن جمعيتي المفضلة هي ملعب التونسي وجمعيتي الثانية هي النادي الافريقي الاخرين كي يلعبوا لي كوب دافريك ولا مثلا نتشرج ماذا بيا الاسبيرونس تربح في مصر ماذا بيا تربح كوب دافريك ماذا بيا فهمت اما لكن ما نجمش نكون انا نحب جمعيات الكل تو اليوم المكشخ والتواريست كيفاش تقبلهم في الشارع كيفاش اقسم بالله اغزر انا نمشي باركتو نمشي بنزرت نمشي سوسه نمشي جرزيس نمشي الجربه والله تقول عليا في تونس معناها من نمشي الحمد لله يا ربي اللي سمعتي باهيه وانا عندك حاجه فيا ما عنديش ما نقعد كان مع الزوايا ما متواضع مع الناس كل يعني الناس كل عندي انا كيف هذاك اخويا قهوتك في النص لا 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 ولا لا ما عنديش قهوه في النص مش تقعد في النص لا لا نسكن في النصر ايه بلاصه الزويل هذيك لا ودي انا ولد باردو انا ولد باردو ما نسكن في النصر ما ديما في باردو في هكا شويه ندغدغ فيك شويه حكمه امن بها قب شويه ميكرو شنو حاجه حكمه ما فماش لا باهي حاجه فيك ما تعجبكش خويا انت قلت كل شيء يعجبني قلت خشمي بالحق لا في طبيعتي كنت طبيعتي شويه مثلا انك اللي مانيش جابد روحي شويه بتيت ما نعرفش طبيعه التربيه ما كناش احسن لاعب في العالم تو ميسي احسن مدرب في العالم غوارديولا شكون القدوه نتاعك في تونس ولا برا كما تحب بالنسبه لي انا مارادونا اخر سؤال انت جاي خرمت قلت زعما شنو يسالني صحيح كان تبي لوكويس لوكويس